لو فكرت في وضعك الحالي هتلاقي إن في خيرات كتير في حياتك حصلت بسبب ناس ولاد حلال ربنا وقفهم لك. شغلانة مثلا أنت دلوقتي بسببها مستريح، نصيحة بسببها أنت مش ندمان دلوقتي على قرار خدته كنت محتاج فيه نصيحة، حد وقف جنبك صحيا ونجاك من خطر مؤذي جدا. وأكبر ظلم لنفسك وليهم أنك تنسى المعروف ده، لأن الحياة سلف ودين وهم كانوا جنبك، وأكيد هيجي وقت للسداد وربك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. مرة كان في راجل عجوز هو ومراته في المستشفى، وكان في شاب يوميا بيزوره يأكله ويشربه ويدردش معاه ويضحكه. فالممرضة دخلت على الراجل العجوز تقول له ربنا يخلي لك ابنك يا حج. فقال لها يا ريته كان ابني، ده كان طفل يتيم من سنين طويلة، كان بيبكي عند الجامع بعد وفاة والده، فأنا وقفت معاه طبطبت عليه واشتريت له قطعة حلوى. ومرت السنين وعرف ان انا دخلت المستشفى فجي يخدمني. لما قلت له ليه يا ابني تعب نفسك؟ قال لي يا عم ما زال طعم الحلوى في فمي. شوف الانسان الوفي لا ينسى اهل المعروف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم راح عشان يدعو الطائف بعدما اهل مكة ضاقت صدورهم بالاسلام، وهو راجع مكة رفضت تدخله فاكرينه رايح يستعدي اهل الطائف عليهم، فبعت للمطعم ابن عدي قال له عايزك تدخلني، فأجابه إلى ذلك ولبس السلاح هو وأهل بيته ودخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في حمايتهم حتى أتى إلى المسجد الحرام فصلى ثم ذهب إلى بيته. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تعدي السنين يمكن أكتر من 5 سنين هاجر النبي وحصلت موقعة بدر وانتصر رسول الله، وكان في 70 أسير من المشركين عند النبي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له، يستاهل أديله كل أسرى الحرب لأنه وقف جنبي في يوم من الأيام. صاحب الأصل ما بينساش صاحب الفضل، وكان يقول صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان، إنك تبقى فاكر اللي اتعمل فيك من المعروف من الإيمان. 3 حاجات تعملهم لصاحب الفضل عليك. رقم 1 إنك ترد له الإحسان وقت ما يحتاج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نهى عن قتل واحد طالع مع المشركين ضده اسمه أبو البختري ابن هشام، لأن أبو البختري ابن هشام كان أكتر واحد ما بيأذيش النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيأذي الصحابة وقت التعذيب في مكة، وهو اللي شال الصحيفة بإيديه اللي كانت مكتوب عن الكعبة إن محدش يتعامل مع النبي ولا مع الصحابة ولا مع عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال محدش يقتله ياما وقف جنبنا رغم إنها في وسط حرب. فأول حاجة ترد له الإحسان في وقت احتياجه. رقم 2 العطاء وقت الاستطاعة من غير ما يكون هو محتاج. أنت تعطي أصحاب الفضل عليك وقت ما تقدر حتى لو كان العطاء ده بسيط. مرة سيدنا أبو بكر الصديق قاعد جنب النبي فدخل سيدنا علي بن أبي طالب فبيبص ما لقاش مكان فتزحزح له أبو بكر فقعدوا جنبه كده والاتنين زنقوا جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع أبو بكر ثم قال أهل الفضل أولى بالفضل ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. كلهم كانوا معترفين بفضل سيدنا علي اللي فدى النبي بحياته فكانوا بيتسارعوا إن هم يكرموه. الأنصار لما ساعدوا سيدنا رسول الله وفدوا بحياتهم رد لهم هذا الإحسان بالنختار يعيش معاهم ويدفن في بلدهم فسميت المدينة المنورة بنور رسول الله عليه الصلاة والسلام. 3 حاجة ابقى ادعي للشخص صاحب المعروف صاحب الفضل عليك لما تعجز عن مكافئته، وده سر ان احنا بنصلي كتير على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لعجزنا عن مكافئة النبي فبنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا النبي طلب كده قال من أتى عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فاللي مش قادر يرد المعروف يرد بالدعاء ان ربنا ينجي صاحب الفضل من الهم في الدنيا ومن الكرب في الدنيا ويسد عنه ديونه ويكتبه من أهل الفردوس الأعلى في الآخرة. ده واجبك تجاه الشخص اللي أسدى إليك معروفا في الحياة سلف ودين. فاللهم يا باسط الأرض ويا رافع السماء اجعلنا من الأتقياء ومن على أخلاقنا بالوفاء واجزنا عليه في الآخرة خير الجزاء.